السلام عليكم. اليوم راح نحكيو على بي سي مناسب بزاف للطلبة وللدراسة عن بعد، وكذلك لأداء المهام اليومية والبزنس والعمل من الانترنت والألعاب. عنا جهاز من شركة هواوي اللي هو الميت بوك 14. نبداو بالتصميم الخارجي. كما راكم تشوفوا تصميم جهاز قريب بزاف لأجهزة الماك بوك اللي مالفين نشوفوها من أبل. تصميم عصري ورايح في السامبل. الهيكل مصنوع من معدن الألمنيوم، وكذلك عندنا قارئ بصمة هنا يتواجد بزر التشغيل، وكاميرا مدمجة بالكيبورد تفتح وتغلق، وهذا من باب حماية الخصوصية. عندنا منفذ USB، منفذ Type C و HDMI، ومنفذ سماعات أوكسيليار. عندنا الشاشة اللي تعتبر نقطة قوة الجهاز، حيث عندنا شاشة EBS بحجم 14 إنش ودقة 2K، تأخذ 90% من الواجهة الجهاز، يعني شاشة مناسبة جدا للناس اللي تخدم التصميم الجرافيكي والمصورين اللي يهتموا بالدقة وجودة الألوان. بالنسبة لرامات الجهاز يأتي ب 8 و16 جيجا للرام، وتخزين 500 جيجا SSD، وبمعالج i5 الجيل 11 بسرعة تصل إلى 4 جيجا هرتز مع الأوفركلوكين. نخليكم مع أداء الجهاز في الألعاب. وأخيرا سعر الجهاز يتراوح حاليا في هذا الوقت، احنا تاريخ 26 نوفمبر، من 14 مليون حتى 15. ولهنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. اللي عنده استفسار يقدر يراسلني في حسابي على الانستغرام، خليه لكم اسفل الفيديو. وما تنسوا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهيا سلام.